سوق الحميدية في دمشق القديمة، في أحد الأزقة بجوار المسجد الأموي، يعيش أحد أكبر المعجبين ببشار الأسد كصاحب مطبعة يبيع شفيق موصلي بطاقات التهنئة خصوصاً في فترة عيد الأضحى، لكن طباعة صور الرئيس هي أساس تجارته منذ عام 1970 حين استلم الأب حافظ الأسد الحكم بعد انقلاب عسكري. صور للأسد مبتسماً ومفكراً بنظرات شمسية وبدونها كجندي وكقائد. ما بسأول أتحمل الأشياء لا سيئات لا استحمل البلد كلياته وعم تدافع عنا ليل ونهار. هو جيش العربي السوري أكثر من هيك شبكو يعني كلياتكم حاطين دم ودابنا الإرهاب شو عملنا لهم شو عالم شفيق يتهاوى وكذلك صوره التي تصبح أكثر كآبة والرئيس أكثر حزناً. سوريون آخرون يملكون أسباباً حقيقية للشعور باليأس كسكان مدينة حلب التي دمرت بالحرب التي دامت 4 سنوات ونصف، سقط فيها قرابة 300,000 قتيل في كل البلاد، وأصبح نصف السوريين لاجئين في سوريا وخارجها. نعود إلى دمشق حيث يحاول الناس إضافة شيء من حياة العيد العادية، ويشتري حلوى العيد كل من يستطيع دفع ثمنها. والأمر كذلك أيضاً في مخيمات اللاجئين الكثيرة في العاصمة، كما هو الحال في هذه المدرسة التي تحولت لمخيم. هنا أيضاً يوجد مطعم صغير في غرفة عائلة بدوي. أحمد يبيع رقائق البطاطا والحلوى ويحاول تدبر أموره. أما زوجته مريم فتعتني بالطفلين عمر وعمران اللذين ولدا كلاجئين ولم يشاهدان مدينتهما أبداً. لو عندي قابل ما ظلت هون، كنت رحت لعندهم. طبعا لا ما عندي قابل يكون اني عايش معهم او تمشي امور الدين، قالوا دين هذا بيحللك انه ينذبح. مين بيحلل انه مثلا عزمان سيدنا محمد، اذا بتكون تلحقوا الدين عزمان سيدنا محمد اللي بيأسروا ما كان يذبحوا. احمد ومريم بدوي لا يعتقدان انهما سيعودان لادلب في القريب العاجل. هات انا بحب سوريا ما بطلع منها لا. ربيت فيها وخلقت هون، بحب الشام، بحب إدلب. أنا طلعت على لبنان شهرين ما تأقلمت بلبنان اللي هي دولة عربية. شلون ألمانيا؟ من يصل إلى دمشق يشعر بشيء من الأمان حتى لو كان هناك احتمال لوقوع تفجيرات في أي وقت. أغلب الناس يريدون البقاء في وطنهم حتى وإن بدت وكأنها حياة بالسجن.